أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في المدى 5 أيام على الانتخابات والتنافس تحول لاستخدام العبوات الناسفة وسحل المعارضين. نقرأ في شفق نيوز: ديالة رسائل رعب ومخاوف من صراعات دموية وخطر المال والسلاح يهددان الناخبين. يقين جاء فيها بلاس خارت: المصادقة على الانتخابات العراقية ليست من مسؤوليتنا. ونتصفح في الشرق الأوسط: العالم أصيب بالسكتة الرقمية وخسائر بمليارات الدولارات. جاء في عربي 21: فيسبوك أصابه عطل فني وأثر على تطبيقاته. جاء في اندبندنت: مشكلة الوقود في بريطانيا مرتبطة بالبريكسيت. ولتصريحات ماكرون لوموند كذلك عن الجزائر بدت مدروسة بعناية مع نية واضحة لنقلها. نبدأ من الميثاق، حيث جاء فيها صحيفة الميثاق، افتتحت صحيفتها بهذا المقال حيث تقول: لو أن التصويت يأتي بالتغيير لما سمحوا لنا به. على هذا الأساس تفصلنا عدة أيام فقط عن موعد الانتخابات الوهمية في العراق، وهي تجري على مقاسات أحزاب السلطة وميليشيات الحكومة المسلحة لتشكل مأساة جديدة واستمرارا في إطالة الأزمة العراقية بناء على رغبات الاحتلال المركب وبرعاية إيرانية يمارس فيها المجتمع الدولي شهادة زور بمراقبين دوليين على حساب الشعب العراقي الذي أعلن بشكل واضح وصريح عن رفضه للانتخابات التي تجري تحت هيمنة السلاح المنفلت وبتنفيذ مفوضية شكلتها أحزاب السلطة وبقوانين فاسدة تضمن إعادة تدوير الذين أعلن الشعب العراقي رفضه لهم. أطلق الشعب العراقي قراره الذي أرعبهم جميعاً محلياً ودولياً بوسم رفع في شوارع بغداد والمحافظات: لا لن ننتخب، إدراكاً بأن الحل الحقيقي لن يأتي من خلال الانتخابات في العراق بهذه الطريقة المزيفة، إنما المقاطعة هي الحل الأمثل في إنهاء العملية السياسية. وهذا القرار العراقي الذي أصبح فكراً جمعياً تشاركه طبقات شعبية ومنظمات ونقابات متنوعة ومجموعات شبابية يؤكد على أنه قرار الشعب الذي لن يتراجع عنه إلا باستعادة العراق من مخالب أحزاب وميليشيات العملية السياسية، لا سيما بعد الفضائح المتتالية التي كشف عنها ابتداء من شراء البطاقات الانتخابية إلى العثور على عشرات الآلاف من هذه البطاقات في مقرات مرشحين وكتل سياسية وميليشيات مسلحة تمهيداً لأكبر عملية تزوير للانتخابات، مع وجود حجة التبرير في رفع نسبة المشاركة. إن الانتخابات في كل العالم هي حل للأزمات السياسية أو الاقتصادية، وهي تؤسس لوصول ممثلين حقيقيين بنسبة معقولة إلى مراكز السلطة وفق أصوات الناخبين. إلا في العراق فهي تجري تحت الشد والجذب الطائفي والمناطقية وترسم نتائجها بدماء العراقيين الأبرياء، مع التضييق والتعسف في قمع الحريات بالاعتقالات والتعذيب. ويكفي أن يبدي المواطن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي ليقع تحت سياطهم ويودع سجونهم الرهيبة. طبعا ولا ننسى عسكرة المدن واعتقال الآلاف من أبنائها على أساس وأسس طائفية تمهيدا للتغيير الديموغرافي التي تسعى إليه إيران لتنفيذ مشاريعها، ومنها الربط السككي، ثم مساومة عوائل المحتجزين ماليا والإخفاء القسري والتهميش السياسي لتتعمق أكثر أزمة العراق ويصبح المستقبل مجهولا، ولا سيما بعد أن وافقت ما تسمى مفوضية الانتخابات على منح رخصة المشاركة الانتخابية لعدد من الميليشيات الولائية التي قدمت مرشحين منهم من مارس
من مارس منهم من مارس الاغتيال والجريمة والقتل بحق العراقيين جميعا وناشطي ثورة تشرين بالتحديد وبشكل مكشوف، وهذا ما سيدفع الشعب العراقي إلى رفض نتائج الانتخابات الملفقة وشخوصها الفاسدة. ونبقى مع صحيفة الميثاق وملف الانتخابات، حيث كتبت فخر الحسيني عن معضلة الانتخابات العراقية ووهم الديمقراطية. نعود لذاكرتنا إلى الوراء قليلا في هذه الفترة الحرجة من انتخابات العراق الديمقراطية كما يسميها البعض، أو كما أسميها انتهاكات العراق للديمقراطية. أول انتخابات حصلت في 30 من يناير 2005 للميلاد بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وكيف علت الأصوات الوطنية بالمقاطعة، وقد تم على مر السنين تسقيط هذه الأصوات الوطنية زعما بأنهم أساءوا لمكون بعينه من المشاركة في العمليات السياسية وحرمانهم من الكعكة التي قسمت بليل بين أمراء الطوائف والحروب. نحن نعود إلى النقطة صفر سيداتي وسادتي لنقاطع تلك العملية المقصوصة الأطراف. أتذكر أني كنت من المقاطعين وأفتخر أني كنت من المقاطعين، لأن مقاطعة تلك الانتخابات كانت واجبا وطنيا وتاريخيا على كل مواطن شريف يريد الخير لوطنه. انتخبنا أم لم ننتخب، فستزور الانتخابات لتعيد تدوير النفايات السياسية التي جلبها المحتل لتعيث بالبلد خرابا حتى لا تقوم له قائمة. ولكن مقاطعتها تكشف الغطاء الشرعي أمام العالم بعدم شرعيتها، وستبقى هذه الحكومة مفروضة دون قبول الشعب بها. لم أنتخب ولن أنتخب، لأني وببساطة لن أشترك بجريمة سأخجل منها مستقبلا. العراق هان على سياسيه المرتزقة، ولكنه لا يهون على أهله الأصلاء، لذلك انتشر وسم لا لن أنتخب بين النشطاء. هو ثورة فكرية أزاحت ورقة التوت عن شرعنة تلك العملية. فالدولة اللقيطة التي ولدت من رحم الاحتلال ومرتزقته ستبقى غير شرعية إلى أن نستطيع إزاحة تلك الوجوه الفاسدة المجرمة الجاثمة على بلدنا المحتل منذ 2003. إن الجيل الذي كان صغيرا في ذلك الوقت كبر ونفض عن كاهله أكذوبة التحرر والديمقراطية التي سوقها رجال السياسة المزعومين، وبمباركة دينية من حيتان السياسة والمال والمؤسسات الدينية التي أثبتت خيانتها وصمتها حيال ما حصل ويحصل في العراق خلال هذه السنين منذ 2003 وحتى الآن. شعارنا الآن، وأزعم أن البعض سيعيبنا عليه بحجة أننا سنترك الساحة لهم، فأقول إن عدم المشاركة بهذه الجريمة هو أضعف الإيمان حتى لا نكون جزءا من هذه الأكذوبة. فمنذ 2003 أصرت حكومة المنطقة الخضراء على تطبيع قواعد ومظاهر الديمقراطية وممارستها إعلاميا فقط بعيدا عن الحقيقة، بل هم يحاولون بكل الوسائل إيهام الناس وخداعهم، لأن خلف الكواليس تم تقسيم نتائج الانتخابات وأعطيت المقاعد. إذن فقد أثبت المرشحون لحكم العراق على طوال هذه السنين العجاف ما هم إلا ذلك التمثال في مقدمة السفينة لا ينفع إلا للزينة، بل هم شر من ذلك كذلك، لأنهم سعوا وبقوة لتدمير العراق وسرقة ثرواته. والحاكم الفعلي للعراق هو كل من ساوم على بيع شعبه وبلده للأجنبي، سواء كان أمريكيا أم إيرانيا. في العرب الجديد جاء مقال جاء فيه: فقد احتفل ثوار تشرين في العراق بمناسبة دخول ثورتهم عامها الثالث.
وشمل الاحتفال كذلك محافظات عديدة منها العاصمة بغداد، حيث رفعوا شعارات تند بالحكومة وبالعصابات المسلحة وتدين المحتل الأمريكي ووصيفه الإيراني. وقد أرادوا الثوار من هذه الاحتفالية الرمزية تأكيد عدة حقائق، منها أن الثورة مستمرة وتواصل كفاحها حتى تحقيق أهدافها كاملة طال الزمن أم قصر. مصدر قوة هذه الثورة وديمومتها تميزها عن سابقاتها في عدة جوانب، حيث حددت شعاراتها الرئيسية بإسقاط العملية السياسية برمتها، على خلاف الثورات السابقة التي أولت اهتمامها بالشعارات الخدمية، ثم وضعت آلية لإدارتها من خلال لجان تنسيقية تشرف عليها قيادة عليا وتحكمها درجة عالية من الانضباط وحسن التنظيم ودقة الأداء. والأهم من ذلك اعتماد الثورة على الشباب الذين أبعدتهم الحكومات المتعاقبة عن النشاط السياسي، إضافة إلى إشراك النساء فيها أول مرة، حيث لعبن دورا كبيرا في مساعدة أبناء الثورة الأبطال، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب على جميع المستويات بدءا بطلاب الابتدائية والمتوسطة ومرورا بطلاب الثانوية وانتهاءا بطلاب الجامعات، ناهيك عن اشتراك كل الجمعيات والنقابات المهنية والسياسية من عمال وفلاحين وأطباء ومحامين ومهندسين وفنانين إلى آخره، الأمر الذي ولد حالة من الرعب في صفوف الحكومة وميليشياتها المسلحة، حيث وجدت في هذه الثورة بداية جدية لإسقاطهم دفعة واحدة. أما أمريكا فإنها وجدت فيها رداً صريحاً وواضحاً يجسد رفض العراقيين للاستسلام للأمر الواقع والإصرار في المقابل على القتال المستمر بكل الوسائل لانتزاع آخر حق من حقوق العراق وأهله، في حين كانت إيران الأكثر خيبة بين الخائبين، فبعد أن ظنت أنها روضت الشعب العراقي وجدت ما بنته في 16 عاماً قد تهدم في ساعات معدودة، حيث أحرق الثوار قنصلياتها في محافظات عدة كالنجف وكربلاء، ورفعوا فوقها شعار الثوار إيران برة برة وبغداد تبقى حرة. عوني القلمشي يقول: الانتخابات المقبلة التي صورها بعضهم بأنها ستنقذ العراق من محنته ستفوز فيها وجوه ستواصل العبث بشؤون البلاد والعباد. جاء في القدس العربي مقال للكاتبة هيفاء زنجنة، حيث تقول: كيف يمكن للناخب أن يكون واعيا ومسؤولا من أجل أحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وهو الذي ما إن خرج إلى الشارع مطالبا بوطنه حتى جوبها بالاستخدام المفرط للقوة المميتة. هناك مستويان للنظر إلى مجرى الانتخابات الموسومة بالمبكرة، لأن قرار إجرائها اتخذ بعد انتفاضة تشرين أكتوبر 2019 التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي بتكلفة عالية من حياة مئات المتظاهرين وآلاف الجرحى والمقعدين. المستوى الأول هو ما يقدم كصورة إعلامية مزوقة عن الإعداد لانتخابات توحي للعالم الخارجي بأنها لا تختلف عن عديد البلدان في أرجاء العالم الديمقراطي. هناك اسطوانة يومية مثلا عن مفوضية عليا مستقلة للانتخابات وإحصائيات وقانون انتخابات ومراقبة دولية لضمان النزاهة، إلا أن تفكيك هذه الصورة وهو المستوى الثاني للنظر يبين ما هو مخفي وراءها من تزوير وتزييف للواقع المعاش المؤثر على سيرورة الانتخابات وانقسام مواقف أحزاب وميليشيات ومرجعيات دينية ارتبطت بالاحتلال وحركات ومنظمات ولدت من رحم انتفاضة تشرين. قبل أشهر أعلنت مفوضية الانتخابات أن عدد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية يبلغ ما يقارب 25 مليون شخص، إلا أنها عادت بعد طفو ملامح التزوير إلى السطح إلى حصر عدد من يحق لهم التصويت بمن يمتلكون البطاقة البيومترية مع زيادة عدد المراقبين الخارجيين. ومع اقتراب موعد الانتخابات وزيادة عدد الخروقات في الإعلانات والترويج
وإطلاق المرشحين ومعظمهم من ممثلي الأحزاب الفاسدة الموجودين في البرلمان حالياً وعوداً خيالية زائفة لمداعبة حاجات المواطنين. هيفاء زنجنة تتساءل في مقالها هل ستؤدي المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها إلى إحداث أي تغيير في هيكلة منظومة الحكم الحالية؟ سؤال وجيه. نعم سنرى تغييراً ما إلا أنه ربما في الأغلب لن يكون لصالح الشعب المتطلع إلى التخلص من النظام الطائفي الفاسد وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، بل سيكون لصالح تمديد عمر منظومة الفساد مع إعادة توزيع لتوازناتها انسجاما طبعا مع التوازنات الإقليمية الجديدة بين دول الجوار والتحالف الدولي وصفقاتها الداخلية. كشفت صحيفة الغارديان مع المجموعة الدولية للصحفيين الاستقصائيين الأسرار الداخلية لعالم الظل المالي، وقدمت لنا العمليات الخفية لاقتصاد الملاجئ الضريبية فيما وراء البحار، وكشفت كذلك ما صارت تعرف بأوراق باندورا عن نشاطات 100 ملياردير و30 زعيم دولة و300 شخصية عامة. وقالت الصحيفة إن الصفقات والأرصدة المخفية لعدد من أثرى أثرياء العالم وأكثر الشخصيات تأثيراً كشف عنها في خزينة من الوثائق التي سربت في أكبر عملية تسريب بيانات في التاريخ. تضم المجموعة 11 مليون و900 ألف وثيقة من شركات استأجرها العملاء الأغنياء لخلق بنى مالية فيما وراء البحار وصناديق في الملاجئ الضريبية في بنما ودبي وموناكو وسويسرا وكيمان آيلاندز. وتفضح الوثائق الشؤون المالية ل35 زعيما في نشاطات بما وراء البحار، وتلقي أيضا الضوء على تعاملات 300 شخصية عامة بما فيها وزراء وقضاة ورؤساء بلديات وجنرالات عسكريون في أكثر من 90 دولة. وتفضح الوثائق تعاملات متبرعين كبار لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت التقى مع قادته في المؤتمر السنوي العام. وتم الكشف عن تعاملات أكثر من 100 ملياردير في البيانات المسربة، وكذا نجوم ومغني روك ورجال أعمال. ويستخدم الكثير منهم شركات وهمية للحفاظ على ممتلكات خاصة وباهظة الثمن مثل العقارات واليخوت وحسابات بنكية سرية. وهناك لوحات فنية رسمها بيكاسو وبانسكي وتكشف أوراق باندورا عن العمل الداخلي لعالم الظل المالي، وتقدم رؤية نادرة عن العمليات الخفية لاقتصاد الملاجئ الضريبية فيما وراء البحار، والتي ساعدت أغنى الأغنياء في العالم على إخفاء أموالهم وتجنب دفع ضرائب عالية. وتضم الوثائق رسائل إلكترونية ومذكرات وسجلات شركات وشهادات أسهم وتقارير التزام بالشروط ورسوما بيانية معقدة تكشف عن متاهة من الشركات، وتسمح ولأول مرة بالكشف عن هوية المالكين الحقيقيين للشركات الوهمية. طبعا تم تسريب الملفات لأول مرة للمجموعة الدولية للمحققين الاستقصائيين في واشنطن، وشاركت بها الغارديان وبرنامج بانوراما في بي بي سي ولوموند وواشنطن بوست، وأكثر من 600 صحفي عمل على الملفات كجزء من تحقيق دولي. في مقالنا الآتي نشرت صحيفة إندبندنت افتتاحية قالت فيها إن مشكلة بريطانيا هي الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذه المشكلة هنا لتبقى. وقالت إن الحكومة قضت معظم الأسبوع الماضي وهي تتظاهر أن أزمة الوقود لا علاقة لها بالبريكسيت، وهو موقف غير صحيح. من الصعب الإشارة إلى أنه لو كان هذا هو العامل الذي دفع الناس للتصويت مع البريكسيت فإن جونسون محظوظ بشكل كبير،
وهو أن الناس اتسموا بالحكمة وغضوا الطرف عن الأسباب الحقيقية التي قدمها لهم شخصياً عن توفير الأموال للعناية الصحية والمخاوف من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولا حاجة للحديث أن الناس لم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى لا يستطيعون شراء البترول، ولم يكونوا يفعلون هذا لأن هذا هو نتاج مباشر للصفقة التي عقدها مع الاتحاد الأوروبي، والتي لا علاقة له بالوعود التي قطعت في 2016، وحتى لو تم التفاوض عليها قبل تلك الانتخابات. وربما كان جونسون مصيبا بالقول إن التصويت كان للحد من حرية الحرية التي تحتوي في داخلها إشارة قوية من أن التصويت كان يهدف لوقف توفر العمالة الرخيصة من أوروبا الشرقية تحديدا. وكان تحسين رواتب السائقين حل من الحلول للمشكلة، لكنه لا يحل الجانب الرئيس، وهو أن سائقي الشاحنات يقودونها في أوروبا ويجب أن يقطعوا الحدود، وعملهم متعدد الجنسيات، فرحلة عادية لسائق شاحنة تقوده إلى عدة دول وفي عدة أيام. وفقط أصبحت شركات النقل في الأيام الأخيرة غير راغبة بضم بريطانيا في خطوطها، لأنها تريد تجنب الأوراق الرسمية المطلوبة. وترى الصحيفة أن المشكلة الحالية ليست سهلة، ويمكن لجونسون الخروج منها حرا. فنقص الأغذية ونقص الوقود هي مشاكل حقيقية ملموسة ولا ينساها الناس، وتؤثر بشكل عميق على حياتهم. وفي أخبارنا اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار شاهين في سلطنة عمان إلى 3 وفيات عقب انتشال جثمانين لأجنبيين جراء العاصفة المذارية التي تضرب السلطنة، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ طاقم سفينة غرقت بميناء السلطان قابوس في العاصمة مسقط وسط قطع احترازي للتيار الكهربائي ببعض المناطق وفق مصادر رسمية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.